ده رد بقى انا ردي على هذا المنشور. استاذ كمال غوبيال، استاذ كمال غوبيال تفرين، استاذ كمال غوبيال للمره الالف اقول هي مشكله الكواليتي. وحدثني يا استاذ كفرين عن الكواليتي، من فضلك حدثني عن الكواليتي. عرفنا ان في نقطتين صح، يعني مثلا لما يقول الانسان اهم من السبت، جميل جدا، انت تسمو نحو الطهاره القلبيه، ده شيء مقدر، شيء يقدره العقل. جميل جدا ان انت تخش في المعنى بتاع الكلام، ما تستسلمش النص. جميل جدا جميل جدا، ولكن هل هذا هو الكواليتي الحقيقي يا استاذ كافين؟ فانت انقض، وانا هتلميذك في ده. حدثني عن الكواليتي في معجزات. مش معقول ماليش دعوه بكل الكلام ده، انا ليا دعوه بيسوع الخاص. الكلام ده زي الفل قوي، زي الفل قوي. هو يسوع حضرتك الخاص قال ان حضرتك قبطي وان انا مش قبطي. انت عايش في امريكا. هل تقول ان ده مواطن هندي احمر وجينات بتاعه؟ حتى برضه حكايه الجينات دي ماشي ماشي ماشي، في احنا كنا بنتجوز قوت زمان وبتاع، ما احنا مش هنخدك انا في الكلام ده، انك انت بتقول ايه؟ حدثني عن العلم وتقدم. جميل جدا واحنا نتقدم واحنا بنتكلم معاك، بس حدثني عن الكواليتي صدقني. حدثني عن الكواليتي في ان انت تقول اقباط وتقول لك، حدثني عن الكواليتي ان الواد اسمه شنودة. لا مش لازم شنودة. لازم ها؟ انا اسمي شادي مكرم. انا اسمي شادي مكرم. اسمي شادي محمد محمود صالح مكرم، اسم الشهرة بتاعي اخترته شادي مكرم عشان اكون محايد، ضحيت بهذا الكلام ده في الشغل بتاعي، ضحيت حتى بالوظيفة او الوظيفة بتاعتي خسرتها. عشان خاطر مبادئي، عشان الفساد في القيم والمبادئ. ده كلامك. استاذ كابريل، حدثني عن الكواليتي صدقني في اللي عندك. الكواليتي الوحيدة عارف ايه هي؟ ان اللي عندك من خرافات ويعني خزعبلات، بين قوسين خلينا نتكلم بقى ايه في المعجزات وال مأمن عليها الكتاب الذي بتوع العروبه بتاع الناس الكواليتي ناقصه، هو الكواليتي ناقصه، مأمن على الخزعبلات اللي عندك. ايوه ده الكواليتي يا استاذ هابل.